مساء الخير على كل مشاهدي نور مصر وشوفوا كل مكان، اهلا بيكم في لايف جديد. يعني احنا النهارده موجودين مع المستشار علي فايز، المحامي الخاص باهليه او يعني بضحيه عصام صاصه احمد مفتاح. يعني في الحقيقه خلال الايام اللي فاتت ظهر اكثر من محامي بيتكلم على لسان الاهليه، ولكن المحامي الوحيد هو المستشار علي فايز بتفاصيل جديده. يعني هو النهارده كان موجود في النيابه، ولكن خلينا في البدايه نرحب بيه ونعرف بي يعني اول التفاصيل الجديده. يعني مساء الخير يا استاذ علي. مساء الخير، اهلا بيك استاذ محمد. اولا عايزين نعرف اخر المستجدات في قضيه يعني احمد مفتاح ضحيه عصام صاصا. والله اخر المستجدات يمكن في اخبار كتير الناس تعرفها لانها بتعلن، وبنشكر طبعا النائب العام والنيابه المصريه، لان عصام صاصا تم وضعه على ترقب الوصول، يعني لما هيجي من الخارج هيتقبض عليه في المطار. والكلام ده احنا قلناه، بعض الناس كانت بتقول انه كده خلاص والعقوبه هتسقط. اولا طالما هو خارج البلاد العقوبه ما تسقطش، تمام؟ فهو هيقعد خارج البلاد شهر 2 3 اسبوع، لما هيرجع هيتقبض عليه في المطار. دي حاجه. الحاجه الثانيه والمهمه، اننا النهارده بفضل واحد احد تقدمنا بطلب جديد الى النيابه، ورئيس النيابه المحترم رئيس نيابه الطلبيه استجاب لينا على الفور وقبل الطلب وتم ارفاقه في القضيه، وهو الخاص بتفريغ او مش بتفريغ، خلينا نقول باحضار شهاده بالمخالفات من رادار الداخلية، الرادار الخاص بالمرور، لأن قبل الحادث بدقيقة واحدة أو دقيقتين في عندنا رادار خاص بإدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية. مظبوط. الرادار ده ما ينفعش حد يلعب فيه، يعني ممكن لو في كاميرا من كاميرات الأهالي موجودة السلك يتقطع، لو في كاميرا موجودة في بنزينة ممكن يتقال لك إنها مش شغالة، حد من الأهالي يلعب فيها، إنما رادار وزارة الداخلية طبعًا استحالة حد يلعب فيه. علشان كده طلبنا طلب رسمي إننا نجيب المخالفات اللي تمت في هذا اليوم، مش بس كده، المخالفات اللي تمت على مدار السنة كلها، علشان نتأكد إذا كان هو معتاد اختراق القوانين والاستهتار بأرواح البشر من عدمه. 5 مليون جنيه تعويض مدني، ده خبر لسه جديد، خبر محدش يعرفه. عايزين نعرف يعني ايه فرق بين التعويض المدني، ليه كلمه تعويض مدني عشان الناس برضو تكون فاهمه النقطه دي. هو انا بس عايز اقول لك ان اهليه المتهم حتى هذه اللحظه رافضين تماما اي تفاوض، رافضين اي صلح، مش عايزين ديه، مش عايزين ياخدوا فلوس قسما بالله حتى هذه اللحظه. لكن انا قلت لهم انا بالنسبه لي كعلي فايز انا بعمل شغلي القانوني، احنا عندنا في شق جنائي شغالين فيه وعندنا الشق المدني، فاحنا غدا باذن الله هنتقدم بطلب الى النيابه بالادعاء المدني 5 مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. ليه مؤقت؟ لان احنا في عندنا ضرر وقع، في عندنا ضرر محتمل، في عندنا اضرار كتير جدا وحاجات هنتكلم فيها مش عايز اتكلم فيها دلوقتي لانها مهمه جدا في صالح المتوفى الى رحمه مولاه. بس الخمسة مليون جنيه دول كبدايه، لان فلوس الدنيا كلها ما تعوضش الايتام عن ابوهم. ولكن احنا ممكن نتكلم في مرحله قادمه في اكتر من 5 مليون جنيه، وزي ما انت قلت يعني الاهليه رافضه وده ما يعوضش، ولكن احنا بنتكلم على الشق المدني ممكن نتكلم في اكتر من 5 مليون جنيه باذن الله. طيب سؤال مهم جدا الناس يعني بتطرحه حاليا دلوقتي، وهو ازاي عصام صاصا يسافر وهو على ذمه قضيه؟ الناس برضو مش فاهمه النقطه دي. هو انا عايز اقول لك هو ده يمكن يعني خطوه مش كويسه منه، يعني حتى لا تفهم خطا، لكن من الناحيه القانونيه هو مش ممنوع من السفر. هو على ذمه قضيه، يعني كان ممكن جدا نتيجه التحاليل تطلع ان هو مش شارب مخدرات، ان مفيش اي مواد مخدره في دمه ولا في البول ولا اي حاجه، فساعتها ما كانش في اي مشكله بالنسبه له. تمام. يعني قانونا يعني هو ماشي صح، ولكن انسانيا ومعنويا وتقديرا للظروف وحاله الناس وحتى لا يفهم خطا ما كانش ليه لازمه السفر في الوقت ده. لكن هو حتى لو في حد واخد حكم اول درجه مش هيظهر على السيستم. في حاجه اسمها اول درجه وتاني درجه، لازم الحكم علشان يمنعك من السفر يكون حكم نهائي بات، بمعنى ان انت تكون خلصت كل مراحل الطعن الطرق العاديه والغير عاديه، او تقديم طلب بمنع من السفر، وده ما حصلش. ده ما حصلش. طيب يعني نقطه ثانيه برضو نتكلم فيها عن عصام صاصا، اكيد حضرتك تابعت السوشيال ميديا، كان بعد ما خرج تماما نزل ستوري، والستوري طبعا كان في تعاطف شويه من الناس فيه. شفت الستوري ده ازاي، خصوصا هو بيتكلم ان انا ذنبه ولسه شكله في عيني مش هيروح ابدا؟ يعني انا زي ما قلت لك احنا علشان ما نتحاملش عليه، مفيش انسان في الدنيا يتمنى انه يتحط في الموقف اللي هو اتحط فيه، ولكن ده لا يبرر له ولا يعطيه الحق انه يعمل اللي عمله. عارفين انه مش متعمد،
ولكن انا لو فتحت الباب لكل مؤدين المهرجانات انهم يشربوا مخدرات ويقعدوا قعدات انس ويطلعوا على الطريق وهم يعني سيئين وهم غايبين عن الوعي، هيموتوا في الناس. علشان كده احنا بنقول العقوبة او من خصائص العقوبة انها بتحقق رضا عام ورضا خاص. هو احنا ليه عايزين يبقى في عقوبة؟ مفيش حاجة بيننا وبينه، ولكن احنا عايزين اللي بره يخاف، اللي بيشرب مخدراته بيطلع يسوق بسرعة جنونية ياخد باله. ده انا اخد بالي، ده عصام حصل فيه كذا، ده فلان الفلاني عمل كذا، لكن احنا ولا شمتانين فيه ولا في حاجة شخصية بيننا وبينه، ولكن في ضحية انسان، انسان رب العزة سبحانه وتعالى كرمه وجعله مكرم على جميع الخلق. ولقد كرمنا بني ادم، فربنا لما يكرم انسان لازم نحافظ على حياته وما نهلكش حياته ونعتدي عليها بهذا الشكل. صدور العينة ان هي ايجابية، يعني تعطيل المخدرات بشكل عام ام في اللحظة دي اللي هو كان سايق فيها كان متعاطي المخدرات؟ الاثنين. الاثنين، في بعض انواع المخدرات، ودي جزئية فنية ممكن الفن يتكلم فيها اكثر مني، ولكن احنا شغالين جنائي، احنا كل شغلنا جنائي، شغالين في الجنايات سواء جنايات عسكرية او امام المحاكم المدنية. فمعنى ان انت يطلع فيه ثلاث انواع من المواد المخدرة عندك في العينة يبقى هو معتاد على ذلك، ولكن دي مش قصتي. انا قصتي انه ساعة الحادث كان عنده القصة دي، وبالتالي بتوفر الشرط عندي او بيقترن بشرط جسيم او خطأ جسيم، فالعقوبة عندي بتوصل من سنة لخمس سنوات في الجنحة، جنحة القتل الخطأ. اكيد حضرتك اطلعت على اوراق القضية وخصوصا التحقيقات، يعني قال في التحقيقات ان هو كان على سرعة تقريبا 70. ما دي بقى اللي هنثبتها. هو طبعا بعض الناس تفاجئت بالطلب، يعني حتى بعض الناس قالت طب النيابه طلبت هذا الطلب. لا، النيابه طبعا مشكوره. انهي طلب بالظبط؟ النيابه، يعني النيابه هي احرص الناس على الدعوه بالظبط، وهي الامينه على حقوق الاشخاص. ولكن انا كمحامي في بعض الحاجات الفنيه بشوفها او الحاجات اللي ممكن تفيدني لمصلحه المتهم، فبطلبها من النيابه والنيابه بتستجيب لينا طالما الطلب هيحقق مصلحه المجني عليه. يعني كان في كلام تاني بيقول ان احمد مفتاح الضحيه رحمه الله عليه ما كانش بيعدي الطريق، كان واقف على الطريق منتظر العربيه. بنحاول نوصل لشاهد عيان. وعايز اقول لك في حاجات انا مش عايز اتكلم عنها، ولكن لو في حد، لو في حد، حط كلمه يعني تحت كلمه لو 100 خط، لو في حد تسبب في اتلاف الكاميرات اللي حوالين المكان المحيط بالحادث هيتحاسب. يعني اصلا حاليا دلوقتي مفيش كاميرات ولا الكاميرات تم اتلافها؟ ما انا بقول لك لو، اصل الكلام معناه ان في كاميرات وحاليا تم اتلافها. اخوه قال ان هو نزل في بعض المناطق وجد ان السلوك متقطع، ولكن زي ما قلت لك لا، لاننا بنتكلم. اخو مين؟ اخو المتوفى الى رحمه مولاه. تمام. ولكن خليني ما اقولكش فين لحد بس ما نجيب بالزبط الادله، لان احنا هنتخذ اجراءات قانونيه ضد اللي عمل كده او بيدعي ان الكاميرات مش موجوده او ما فيهاش. ماذا ينتظر عصام صاصا؟ التوقعات او الحلول؟ هو امام للاسف، يعني انا قلت لك هو في موقف لا يحسد عليه. هو امام ثلاث اتهامات. اولهم جنحه القتل الخطا، وزي ما قلت لك في الفقره بتاعتنا طبقا للماده 238 هو هياخد من سنه لخمس سنين. وفي عندنا جنحه قياده سياره تحت تاثير المخدر، جنحه مرور بتوصل لسنه وبتسحب منه رخصه كمان مضاعفه للسنه كمان لو قضاها جوه. الحاجه الثالثه ودي الاهم وهي الجنايه، تعاطي المخدرات طبقا لنص القانون الجديد، قانون مكافحه المخدرات، المواد اللي هو بيتعاطاها ممكن توصل لسبع سنين. طيب ده فيما، ولكن هذه الدعوه يعني الخصم فيها النيابه العامه، هي سلطه الاتهام ما لهاش دخل بينا خالص. ده لسه كنت رايح اساله، ده كان فيما يخص عصام صاصا. فيما يخص بقى الاهليه، فيما يخص المستشار علي فايز، زي ما قلت لك احنا عندنا شق جنائي اللي هنشتغل عليه، وهنطالب طبعا وبديهي جدا علشان نشفي صدور اهليه المتهم واخواته الحزانه دول من سنه لخمس سنوات ان شاء الله. هنطالب بتطبيق اقصى عقوبه. اما بالنسبه للادعاء المدني، احنا بدانا ب 5 مليون كبدايه، وان شاء الله القادم افضل باذن الله. انا عارف ان حضرتك يعني من نزلت البلد عندهم وقعدت معاهم بدل المره اثنين وثلاثه، عايز اعرف بيتكلموا في ايه؟ بيطلبوا ايه؟ والله العظيم انا بقول لك حتى هذه اللحظه، حتى هذه اللحظه، يعني انا اللي اقنعتهم بقصه الادعاء المدني. هم بالنسبه لهم مش عايزين، ولكن انا قلت لهم انا بالنسبه لي بشتغل القانون،
انا عندي الشق المدني والشق الجنائي انا هشتغل فيهم، انتوا بقى مش عايزين تحلوا، مش عايزين تتصالحوا، عايزين حقكم بالقانون ده حقكم. فالناس دول رافضين تماما قصه الفلوس، ورافضين تماما ان هم يتكلموا في اي حاجه، والموضوع صعب. انت عندك شباب كتير ليه ما شاء الله 4 اخوات وشباب دمهم حامي وزعلانين على اخوهم. اولاده، اولاد احمد مفتاح 4 ايتام ربنا يعينهم. شفتهم؟ اتكلمت معاهم؟ طبعا طبعا. لو ممكن تنقل لنا الصوره، لان ناس كتير ما فكروش او ما اتكلموش غير عن اولاده بس. اتنين منهم مش مدركين، يعني الطفلين الصغيرين هم متخيلين ان باباهم في سفر، باباهم تعبان، وده اللي يقطع قلبك. الاطفال مش مدركه، مش فاهمه هو بابا كان رايح فين، بابا كان رايح حادثه. صعبانين على الواحد طبعا. السبب اللي يعني اللي يخليك تمسك مثلا قضيه زي دي في وقت مثلا زي ده، مش خايف او قلقان مثلا؟ مش عايز اوضح قوي في السؤال، ولكن الدافع انك تمسك قضيه زي دي، هل الاولاد؟ هخاف وقلق من ايه؟ مش قصدي كده، انا قصدي يعني هل الاولاد هم الدافع اللي يخليك تمسك قضيه زي دي؟ اكيد طبعا، اكيد طبعا. انا بفضل واحد احد اي قضيه مع اي حد في الدنيا، طالما الموكل بتاعي ليه حق، سواء كان متهم او مجني عليه، انا تحت امره. وانا اول ما شفت القضيه وسمعت الحيثيات والتفاصيل بتاعه الموضوع، نزلت بوست وان انا مستعد للدفاع عنهم. لقيت اخوه بيكلمني وبيقول لي انا بقالي 10 سنين بتابعك وبحبك، وشرف ليا ان انت تكون المحامي بتاعنا. انا حصل معايا في النيابه ان انا لما طلعت من النيابه الناس ما اثروش معايا في النيابه، بس انا حسيت ان انا لوحدي لما لقيت الطرف الثاني معاه ناس كتير، اصحابه بقى وحبايبه ومحامين وزيطه وهو لوحده، فانت جيت لي من عند ربنا يا استاذ علي. فقلت له نصا كده احنا سندك وظهرك ومعاك. يعني كان في بعض الناس بتتكلم ان عشان عصام صاصا مشهور هيتم كذا وكذا وكذا، مفيش ولكن الكلام ده، مفيش الكلام ده تماما يا باشا. احنا في عصر اي حد فيه بيغلط بيتحاسب، كان من كان. عندنا قياده سياسيه وعندنا دوله وعندنا قانون بيحاسب اي حد مخطئ. توعد اهليه الضحيه اللي هم سامعينك دلوقتي، تحب تقول لهم ايه؟ والله انا بالنسبه لي كعلي فايز، لو كملنا لحد النهايه، اوعدكم ان شاء الله بتوقيع اقصى عقوبه على المتهم من خلال المحكمه. هنشتغل على ان المحكمه باذن الله تدينا اقصى عقوبه للمتهم. هل في يعني سؤال برضو يهمني شويه، هل في محامين تانيين بتولوا القضيه او ما عندهم توكيل؟ انا ما عنديش فكره، في محامين كتير اتكلموا علشان يتطوعوا. انا شغال بشكل رسمي بتوكيل معمول لي، تقدر حضرتك تطلع عليه حالا. انا شغال بتوكيل، ولكن اللي بيتكلم شغال بالكلام، اللي بيتكلم على لسان الاهليه معهوش توكيل. ما اظنش ان في حد تاني بيتكلم بلسان الاهليه، لان الناس معرفيني حضرتك اللي متولي القضيه ومعايا توكيل. رساله اخيره من المستشار علي فايز لكل، بس برضه من باب الامانه، كان في محامي زميله انا ما اعرفش اسمه، هو لما طلع هو نوه برضه في اول الفيديو كده للزميله اللي كانت بتسجل معاه، قال لها وانا لسه ما مسكتش حاجه رسمي ولسه الناس ما كلمونيش، ولكن انا متطوع. ولكن هو ممكن بعض الصحفيين يكونوا نزلوا ان هو محامي احمد مفتاح، لكن مش حقيقي. طيب تمام، رساله اخيره من المستشار علي فايز لكل مشاهدينا ومتابعينا، تحب تقول لهم ايه؟ احب اقول لهم ان اي انسان فينا معرض لا قدر الله ان هو يعمل حادث، عارفين ان عصام صاصا لم يكن متعمد قتل احمد، احنا مش ضده، مفيش بيننا وبينه حاجه شخصيه خالص، ولكن ما تنساش ان في حد توفى انتقل الى رحمه الله سبحانه وتعالى، عنده 4 اطفال ايتام. وما تنساش في نفس ذات الوقت ان انا ما ينفعش اشرب مخدرات، اخترق القوانين، امشي بسرعه واموت الناس، واقول اصله قضاء وقدر. لو فتحنا الباب لكده كل الناس بقى تنزل تشرب مخدرات وتموت الناس، ولكن هذا الامر لا يجوز ولا يصح من الناحية القانونية، والأهم من الناحية الشرعية والدينية. المستشار علي فايز المحامي الشهير والإعلامي المتميز، أيضا بشكر حضرتك على حسن يعني الاستقبال. شكرا ليك. شكرا لكل المشاهدين الكرام، نشوفكم في لايف جديد.